شرف لي أن أحضر بينكم وأن أحضر بين الفلاح وبين العامل وبين المياوم وبين كل مضطهد في هذا الوطن الشريف. نعم، رسالة الدفاع هي رسالة الدفاع عن الحق والقانون، ونشير ونقول للجميع: أيها الناس، الحق اسم من أسماء الله، فلتدافعوا عنه. ندافع عن الحق ولا ندافع عن الظالم، وكل ظالم له مآل وبئس المآل. نقول هذا ونقول لكل الناس مشتغلين بسطاء في ثروات بلده، في عيشه المستقر، في أمنه واستقراره داخل هذا الوطن. وهنا ألفت بأنني أقول على أننا أمام حكومة بليدة. نعم، بليدة، كيف ذاك؟ عوض أن تحصر لائحة الفلاحين والفلاحات المقيمين في هذه الضيعات والأراضي، وتخاطبهم في أخذ هذه الأرض على فرض أنها ملك من أملاك الدولة بالثمن الذي قررته، 10 دراهم. هاد الناس هادو واش ما يمكن لهمش ياخذوها؟ علاش ما يكونوش هما أصحاب الأولوية باش ياخذوا هاد العقارات من الدولة وهما أولاد الدولة الخوت؟ كيفاش يمكن تقول لي هذا ملك الدولة؟ واش أنا ماشي غريبي؟ واش أنا ماشي ولد الدولة؟ واش ما حقيش في هاد الأرض؟ أنا ابن فلاح، ابن فقير، ابن بسيط، كيفما كان موقعي الاجتماعي. وهنا ماشي غير الأملاك ديال الدولة المخزنية، واسمحوا لي باش نقول للجميع، كاين دابا صناديق أخرى فتحت. أملاك الدولة المخزنية كعقار، أملاك الجماعات السلالية كعقار، أملاك الجيش، واحد المجموعة ديال الأملاك اللي هي محسوبة على جماعات أخرى. توقعوا أن هذه الحالة، هذه الاتجاهات غتصب في الاتجاه هذا، كل واحد محسوب على جهة معينة. وأكتفي الساكنة في هذا البلد الأمين، عفوا، إن لامست شيئا ما من جوارح ونفسيات بعض الساكنة الذين لهم انتماءات سياسية، وأقول أن السياسي أضحى لعبة في يد من له قوة رأس المال. سيدة الموقف، وأخاف أن يضحى المغاربة مجرد نزالة كامل، غنزالة عند شي واحد أو واحد المجموعة الشركات الأجنبية وأصحاب رؤوس الأموال، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد المغرب. قطع العناق ولا قطع الأرزاق. هادو ناس، هادو ناس كي تبناهم الأخ عبد الله، ويتبناتهم على الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وربما دابا حاليا ما بقاش هادو بزوج فقط، الهيئة المغربية فرات زيو والعبد الله، لا، بل كل الهيئات الحقوقية في المغرب جات باش تحضر معكم في زيو، ولنا الشرف كهيئات حقوقية باش نحضروا معكم. كنقولوا بأن قوانينكم لن ترهبنا، وأن سجونكم لن تخيفنا، وأن كل ما تدبرونه بليل سينكشف في الصباح، وأكيد ثم أكيد أن بسواعد هذا الحضور وبسواعد الشرفاء في هذا البلد لن تجدوا موطئ قدم ترتاحون فيه أيها الناهبون. أعلموا جيدا أنكم لن تناموا وتقرع عيونكم ما دام في هذا الوطن شرفاء. بسم الله. الأزرق حسوني عبد الحميد، عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، محامي تابع لهيئة المحامين بفاس، ساكن بتونات في منطقة مهمشة حالها كحال زيو. ربما أعتبر على أن قلعة الصمود والتحدي التي هي زيو نعتبرها قلعة ذات تاريخ، وأن ما تعرفه في هذه الأيام من تعدي صارخ على الحقوق الخاصة بالفلاحين والفلاحات و
طردهم من أملاكهم ومن الأراضي التي استبتوا فيها منذ زمان وعاشوا فيها ويقتاتون منها هو فعل مجرم شرعا وقانونا ولا يمكن إلا أن نندد به ونرفضه. فالهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي حجت يومه رفقة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان تنتصر للحق ولا تنتصر للظلم. كل من يحاول أن يأخذ خيرات هذا الوطن فليعلم أن الحقوقيين تابعيه وأن الحقوقيين لن يتركوه وأنهم لن يتركوا له منفذا إلا وحاصره فيه. فالهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومكتب الفرع للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزيو رمز النضال والتحدي، ونقول بكل اختصار وبكل صراحة أننا إليكم صامدون وأننا إليكم خارجون أيها الانتهازيون أيها اللصوص المال العام. وشكرا للموقع زيو سيتي وتحية نضالية لكل الحضور الكريم ولساكنة زيو عامة ودون استثناء، تحياتي للجميع. كلما استدعى حجم الخروقات وحجم الانتهاكات التي تتطال الشعب المغربي عبر ربوع الوطن إننا